البلدة القديمة في القدس كانت تمثل كامل مدينة القدس حتى القرن التاسع عشر، وتحتضن أبرز معالمها ورموزها كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق. تتربع البلدة القديمة على مساحة 900 دونم، ويحيط بها سور ضخم بناه السلطان العثماني سليمان القانوني، وله 15 بابا، منها الساهرة والجديد والخليل والمغاربة والنبي داود. احتلها الصهاينة عام 67 و900 وألف، وقسموها إلى 4 أحياء، هي المسيحي والأرمني واليهودي والإسلامي. تعرضت البلدة ولا زالت لسلسلة من الحملات التهويدية المتعاقبة، والتي تهدف إلى طمس المعالم العربية والإسلامية والمسيحية، كما تعرض أبناؤها للضغط ومحاولات التهجير، إضافة إلى البطالة والركود الاقتصادي والازدحام السكاني، ما أدى إلى تناقص أعدادهم بشكل كبير. أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي لتوضع فيما بعد على قائمة التراث المهدد. وفي ظل الاستهداف المستمر لها، ستبقى البلدة القديمة حصناً مقاوماً لكل مخططات التهويد وحامية للمسجد الأقصى.